اهلا بيكم. الفيديو ده خاص بالتنبيهات على امتحان الميد ترم بتاع مادة ماث 1 لطلبة اس اس بي كلية الهندسة. اول حاجة احب اطمنكم واقول لكم ما تقلقوش، هنحل ان شاء الله في الامتحان اذا ذاكرنا وعملنا اللي علينا. بلاش تحط في دماغك ان الامتحانات الكلية صعبة ما بتتحلش، لا هتتحل كل حاجة لو انت يعني بذل مجهود كويس. الامتحان في مستوى مسائل المحاضرات والشيت ومش هيخرج عنها، وعد يعني مش بيخرج منها. عايز حد بيبقى مستوعب المحاضرات والشيتات وفاهم احنا بنعمل ايه، وهيحل ان شاء الله امتحان كويس جدا، وكمان مراعينكم عشان الظروف، مراعينكم كمان في الوقت، فان شاء الله تحلوا وتخلصوا قبل الميعاد. هتستلم ايه عشان تبقى فاهم؟ انت بتستلم في الامتحان حاجتين، اوكي؟ حاجة ورقة فاضية خالص اسمها درافت او المسودة دي، عشان تشخبط فيها وتحل فيها براحتك، لان الامتحان ام سي كيو، تمام؟ المسودة دي احنا مش بناخدها منك، انت اعمل فيها اللي انت عايزه، دي ليك انت عشان تحل فيها خطواتك، تمام؟ الحاجة التانية اللي بتستلمها هي ورقة الانسر شيت ومتدبسة في الاسئلة، بنسميها الكفر والاسئلة، متدبسة في الاسئلة. فاول حاجة تعملها اول ما تستلم الكفر بالاسئلة تفك الدبوس. فك الدبوس ليه؟ لان احنا هنستلم منك الانسر شيت بس، اللي هي ورقه التظليل اللي هي قدامكم دي في الشاشه. ورقه التظليل او بنسميها الانسر شيت او بنسميها الكفر، هي دي الورقه اللي بناخدها منك، تمام؟ اول حاجه هتعملها هتفك الدبوس، اتفقنا على كده؟ عشان تحل براحتك. امسك بقى الانسر شيت وبص معايا. اول حاجه هتعملها، تاني حاجه بقى هتعملها، انك هتكتب اسمك مكان الاسم، هتكتب الاي دي مكان الكود الطالب اللي هو بيتكون من 4 ارقام، وما تنساش تظلله تحت. وبنشرح لك طريقه التظليل هنا، بنديك سامبل عشان تفهم احنا بنظلل ازاي، وهنظلل مع بعض دلوقتي واحد. وبعدين رقم المجموعه اللي هو الجروب بتاعك، انت في جروب رقم كام؟ 1 2 3 لحد 11، والدكتور اللي بيدي لك اسمه ايه، وبتظلل عنده. هوريكو اكزامبل اهو، دي ورقه ده الانسر شيت بتاعي. اول ما خدته كتبت اسمي، الكود بتاعي وليكن 70 71، هروح بقى اظلله تحت. هظلله ازاي؟ 70 71 من اليمين او من الشمال مش فارقه، كل ديجيت هو الدوائر دي. السبعة الاول، هاجي عند الدايره رقم 7 اللي هي عليها رقم 7 واظللها كده. بعد كده 0، يبقى هاجي عند دايره الزيرو واظلل الديجيت اللي بعد كده. الديجيت اللي بعد كده 7، يبقى هظلل السبعة. بعد كده 1، هظلل الوان. التظليل لازم يكون واضح، لازم يكون بخط واضح، ممكن يبقى قلم رصاص او جاف، بس لو رصاص هيبقى واضح وتقيل، ولازم نملى الدايرة كلها الى حد ما، على قد ما نقدر. عند الدكتور مين اللي بيديني؟ مثلا انا بيدرس لي دكتور حسين، فهختار دكتور حسين هو اللي بيدرس لي. منساش بقى الاسم والاي دي وظللته وتمام التمام. نيجي للخانه دي اللي هي الموديل، دي ملكوش دعوه بيها، بس مهم قوي ان انتوا تتاكدوا ان رقم الموديل بتاعك هو نفس الرقم المطابق او مكتوب على ورقه الاسئله، عشان تبقى بتحل الموديل صح. كل كفر متدبس مع ورقه الاسئله مطابقه لنفس الموديل، فمن فضلك اتاكد ان الموديل ده مطابق، ده موديل 16، يبقى ورقه الاسئله اللي معاك فيها موديل 16، وهكذا. كل واحد يتأكد ان رقم الموديل ايه مطابق للرقم المكتوب على الاسئلة. نرجع تاني للانسر شيت، لورقة الانسر شيت. بعد ما انت كتبت بياناتك وظللت الاي دي وظللت الدكتور بتاعك وكملتها، خلاص اتفقنا، هنفك دابوس ونبدأ نحل. نيجي بقى نبدأ نحل، هنمسك الاسئلة، هنلاقي 22 سؤال من الام سي كيو او الاختيارات. هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ سؤال سؤال، بنحل في الدرافت لنفسنا ونكتب الستبس لنفسنا، احنا مش هنبص فيها، وهنطلع الاجابة وهنختار. مهم جدا تبقى فاهم شوية حاجات. اولا لازم تختار اجابة واحدة فقط. افرض وانت بتحل حسيت ان في اجابتين ينفعوا، بنقول لك ما ينفعش، لازم تختار واحدة بس. ممكن ان احنا في بعض الاحيان نحط اجابتين، احنا حرين ممكن نحط اجابتين ينفعوا، لكن انت لازم تختار واحدة بس. ممكن ان انا امشي في طريق كده في سكة واطلع اجابة، واحد تاني يحل بطريقة تانية يطلع اجابة تانية، فانت المهم انت بتوصل لانه حل وتختاره، مش وظيفتك انك تقعد تحلل الاجابات خالص او تجرب الاجابات، لا ما تبصش على الاجابات، انت بتحل بالطريقة اللي تعودنا عليها وبتطلع الاجابة وبتختارها. تظلل بقلم رصاص كويس بخط واضح، قلم تو بي مثلا او قلم جاف، بس الجاف يا جماعه ما يفضل، لانك لو اضطريت افرض اكتشفت غلطه هتعمل ايه؟
هتضطر تشطب بقى، هتضطر تشطب علامة اكس على الاختيار الغلط وتحط الاختيار الصح ممكن، بس اهم حاجة التظليل يبقى واضح. كل المسائل ليها نفس الويت، فنحاول ان احنا نحل طبعا كل المسائل كلها. توزيع الدرجات واحد، مفيش مسائل اعلى من التانية في الام سي كيو، كلهم زي بعض. افرض بقى وانت بتحل ما لقيتش الاجابة، يعني ما لقيتش الاجابة تنفع وانت مصمم خلاص خلاص ما تظللش ولا اختيار، وتعالى عند الدايرة اللي هي تي دي، شايفينها الدايرة تي دي خاصة بالتيبل، بنقول لك كده لا اذا لم تجد الاجابة في الاختيارات فهتنزل تظلل التي عند السؤال وتيجي هنا في التيبل تدخل رقم السؤال، تقول لي انا السؤال رقم 10 مثلا، رقم 10 سؤال رقم 10 ده انا مش لاقي الاجابة فانا بقترح الاجابة الفلانية، فبتحط هنا بقى بخطواتك البسيطة تحط الاجابة. بس انا نصيحة مني ما نحاولش ان احنا يعني نحاول نتجنب موضوع التيبل ده، ده احتمال ضعيف جدا جدا، دايما حاول انك توصل للاجابة الموجودة في الاختيارات. يعني انت حليت ما لقيتش الاجابه تعمل ايه؟ ما تجريش بقى على التيبل، حل كمان مره، راجع خطواتك، لان بنسبه كبيره جدا لما تراجع هتكتشف غلطه وهتلاقي الاجابه موجوده. يبقى نحاول نبعد عن التيبل بقدر الامكان، ده معمول احتمال ضعيف جدا، احتمال ضعيف جدا 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 ان انت يخطر في بالك اجابه مثلا عبقريه ما خطرتش في بال حد فوصلت لاجابه اخرى. تمام فهمنا؟ يبقى تاني باكد عليك، يبقى انت لازم تختار اجابه واحده A B C D E، وما تظللش التيبل ده خالص الا عند اللزوم. عند اللزوم اللي هي ما لقيتش الاجابه هتروح تظلل التيبل، وفي الحاله دي اوعى تختار لي اي اختيار غير التي. يعني لو قلت لي مثلا اجابه بي صح والتي كمان وبتحط لي اجابه تانية، انت كده كانك بتقول اجابتين غلط، مش مسموح انك تقول اجابتين خالص، هي اجابه واحده. تمام. مسائل الام سي كيو دي كلها عدد الاسئله 22 سؤال ام سي كيو، كلهم متوزعين بدرجات قد بعض، وهيكون عليه الامتحان ده هيكون عليه 30 درجة. الحقيقة احنا مدينكم سماحية كمان تغلطوا، يعني مجموع الدرجات هتلاقوها لو حسبتوها هتلاقوها 33 درجة، بنعلمها من 30، يعني انت جبت 32 جميل جدا هتجيب 30، زميلك جاب 30 هيجيب 30، هي يعني في سماحية انك تغلط ماشي، رغم ان الامتحان يعني سهل. بعد ما تخلص اسئلة الام سي كيو وخلصنا بقى موضوع التيبل ده، هنبدأ بقى ايه، خلوا بالكم من التنبيه المكتوب تحت ده، وهو ان توجد اسئله بالخلف، توجد اسئله بالخلف يعني لازم اضير الانسر شيت بيج 1 اوف 2. الترقيمات دي يا جماعه مهمه جدا، لما اقول لك بيج 1 اوف 2 معناه ان في 2 اوف 2، فينها بقى؟ في ظهر الانسر شيت. يبقى الانسر شيت وش وظهر، وش مخصوص للتظليل والجدول خاص بمسائل ام سي كيو، وهقلب الورقه هلاقي مسالتين ريتن، ده عشان نشوفك بتعرف تحل ستيبس ولا لا، يعني دي عاملينها خدمه ليكوا، الريتن ده يعني حلو بيخلينا نشتغل ونعمل ستيبس، وهيبقى عليها 10 درجات، مسألتين عليهم 10 درجات كل مسألة بخمس، فيبقى كده يعني الامتحان كله متقسم 30 درجة على ام سي كيو و 10 درجات على المسألتين الريتن، والوقت هيكفي ان شاء الله، ومراعين كل ده انه يخلص خلال ساعة. اوكي، احب اطمنك برضو ان احنا موجودين معاك في اللجنة، متقلقش ان اي حاجة هترفع ايدك وهتسألنا، وكل التنبيهات دي هنقولها برضو في اللجنة، بس احنا حابين ان احنا يعني نعرفها لكم بدري عشان تبقوا رايحين ايه عندكم فكرة عن الموضوع. اتأكد ان رقم النموذج مطابق للرقم النموذج المكتوب على ورقة الاسئلة، وكل التوفيق ليكم، بنتمنى لكم كل التوفيق، وان انتوا كلكم حقيقي انا يعني من كل قلبي بتمنى كلكم تعملوا كويس في الامتحان، علشان دي درجة اعمال السنة كاملة بتبقى على الامتحان ده، فاتمنى طبعا ان انتوا تعملوا كويس وتعملوا برضو ان شاء الله في الفاينل كويس. شكرا ليكم.